هاي مسابقة ثانية نظمناها السنة الماضية، مسابقة الأولى كتجربة لعمل أنه نأسس مسابقة بتصير إقليمية وبعدين عربية ودولية لتشجيع الموسيقى بالبلد وتشجيع الطلاب على ممارسة الموسيقى بصورة جدية. تقدم للمسابقة أكثر من 88 عازف وتم تصفيتهم عن طريق الفيسبوك، عن طريق مش عن طريق يعني مش عن طريق لجنة وإنما عن طريق التزكية من قبل الأهل. يعني إحنا بنشجع إنه السوشيال ميديا يكون لها دور في تشجيع الموسيقى كمان. انقبلوا بالمرحلة النهائية 27 طالب من بثلاث فئات اللي هي مبتدئين ومتوسط ومتقدم. هاي المسابقة أنا شاركت فيها عن طريق معهد كريشندو، وما كنت بعرف عنها ولا أي إشي، بس قررت إني أتشارك فيها. قررت أنطلق منها لأنه هي يمكن أنطلق اللي هي الوسيلة الوحيدة اللي أنطلق منها، لأنه ما ليش ولا على أي إشي هنا في الوضع اللي هون. يعني أنا دائما لحالي كنت معزول، فحسيت حالي راح أنطلق منها وقررت إني أشارك فيها. الهدف الأساسي من المسابقة هاي هي رفع مستوى عزف آلة البيانو بالبلد وتعريف الناس عليها، بالإضافة للترويج للتعليم الأكاديمي للموسيقى، لأن الموسيقى زي المدرسة، فيها امتحانات وفيها صفوف، فإحنا بدنا الناس يتعلموا بالأسلوب الأكاديمي غير أن تكون بس الجانب الترفيهي أو هواية. في عنا إحنا ثلاث مستويات، المستوى الأول اللي هو مستوى المبتدئين في جائزة بيانو كواي، المستوى الثاني والثالث هم المتوسط والمتقدم. في عنا حكم جاي من هولندا راح يأخذهم برحلة على هولندا ليعزفوا مع الفلهارمونيك أوركسترا هناك.